تحية طيبة مشاهدين الكرام متابعي قناة سامراء الفضائية على الحب، نلتقي وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توارد. نرحب أجمل ترحيب الأستاذ الشاعر والإعلامي رياض الركابي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أو جمعية الأدباء الشعبيين في العراق. أهلا بك أستاذ رياض، وأكيد منورنا ومعطر اليوم برنامج توارد واستوديو برنامج توارد. الله يخليك، أنا ممنون جدا، وحقيقة هي فرصة سعيدة أنه ألتقيك والتقي شعرانا وإعلامينا المبدعين من صلاح الدين ومن الأنبار، وتحية لهذه القناة الجميلة وكوادرها وكادر برنامج توارد والمخرج سفيان دليمي. تحياتنا لك أستاذ رياض، أكيد احنا مسرورين اليوم بحضورك ويانا، وأكيد مواضيع كثيرة أيضا حول والله رياض. الله يستر من عندك والشاعر رياض الركابي، لكن بداية خلينا برياض الركابي، يعني اللي نعرف هذا الإنسان، والإنسان الترف والإنسان يعني أكيد الخلوق، الأستاذ الجميل المحب للسلام وللإنسانية. خلينا نعرف تفاصيل شاعر رياض الركابي، من وين، مواليد، العمر، العائلة، العمل شوية، وبعدين نبلش بحلقة. يعني معلومات أكثر المتابعين يعرفونها أنه أنا تولدي ناصرية 10/10/63، ولو محمودي ما تقبل هسه ذكرت التولد. 63 ناصرية، وكملت دبلوم تقني زراعة بمعهد المسيب، وانتقلت إلى بغداد بالتسعينيات. يعني جيت إلى بغداد وزاولت العمل الصحفي من عمل جيت من ناصرية لبغداد، كنت شاعر لو بعد؟ والله أنا كاتب الشعر بسن مبكرة جدا، يعني أنا بالخامس ابتدائي كاتب أول قصيدة ما شاء الله، وبديت أكتب طيلة فترة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وفترة المعهد والعسكرية. ما قدمت نفسي كشاعر إلا جيت مكتنس تماما، بس ما أعرف شغلة البحور. جميل. أنا من دخلت للجمعية يمكن ثاني قصيدة فزت بيها بمسابقة. جميل. فزت بيها الثانية على الجمعية. جميل. وكانت يمكن أتذكر موشح أندلسي فاز بالمرتبة الأولى علي العلاق، وأنا فزت الثاني. يعني تعرف الموشح الأندلسي وتركيبته شوية صعبة على أكيد. مبتدأ أكيد. ولكن يعني أنت جاي مكتنز، يعني مجرد تذكر من عندها شيء؟ إيه أتذكر، قلت له أبيات يعني قليلة، بما أنه القصيدة أول مسابقة لك، ويعني وتاخذ المركز الثاني وتطلع في اكيد يعني هذه تقريبا يقول رقد جفنه وبعد ظن ليلك طويل، ترث يا يوم من حضب مصباحك، دنيا والوادم خذت ترس الشليل، وانا يا والحظ حويت جراحك، انت قيضش ما تهب تلفح سموم، يا مو بجورح رقص زرعاتي، ويا حصادي ندم وماك هموم، وليل من نيتش التفز دمعاتي، كنت مختر بيك وبغالم نسوم، يا حسبت انت وامر حسباتي، خلصت دمعات وبشيت بوشيل، وريت المقدر عليها ملاحك، حتى بجراحك لمن توقع شتيل، اشوي قلبي لو ركض بصياحك. الله وتستمر الله احسانك استاذ رياض. الله واكيد يعني وهي متعمد، انا كتبتها بلهجه الناصرية، يعني الحسة ما هوية هوية الناصرية. نعم. أكيد عكس كل قصادي، بعض يتحدث إنه عنصرية الشعر بالناصرية يعني لها خصوصية، حتى لا هو اعتزاز أكيد. أنا في اليوم زعلوا عليه شعراء الموصل، ما أرد أطولك الموضوع، زعلوا عليه يمكن، تحياتنا لهم، تحياتنا لكل شعراء الموصل. محمود عبد العزيز زعل لأن طلع شاعر من الموصل وقرأ نفس قصائدنا، قلت له لا، المفروض تقرأ بروحية أهل الموصل، ولا احنا أكيد. الشعر الشعبي كل احنا سامعينه، بس حلو من ابن الانبار يقرا بروحيه الانبار اكيد، وابن الموصل يقرا بروحيه الموصل، اكو نكهه حلو. شنو رايك اليوم اكو عنصريه شعريه، يعني شعراء البصره مثلا او شعراء الناصريه او كان يكون شعراء بغداد يتحدثون انه شعراء اليوم الشعر بالبصره، ويعني ما نقوله بس نقول الشعر بالبصره هو الاقوى وشعراء البصره هم الافضل، هي اكيد منافسه شريفه بالتالي، لكن انت رؤيتك لهذا الموضوع؟ هي موجوده كحاله موجوده حقيقه. تعتبرها صحيه؟ لا، يعني انا قبل 3 ايام أتذكر الشاعر المبدع حسين المالكي من الناصرية مسوي أمسية هيك بسيطة على الفيسبوك، فواحد من الشعراء اللي ما أعرف اسمه كاتب 3 أبيات، أتمنى أنا كاتبه. الإبداع ما يعرف حدود،
يعني هذا لا اسمه معروف ولا قاريها بمهرجان، وانما منزلها على الفيسبوك ما قايلها شاعر قبله. حلو. فاتمنى مرات انه فالقصد ان الابداع ما يعرف حدود، لا يعرف محافظه ولا يعرف. بالمناسبه احنا عندنا حتى تكتلات داخل بغداد، شعراء مدينة الصدر، شعراء الشعلة، وشعراء دوركم تجاه هذا الشيء، يعني ملتزمين الصمت؟ لا، هو انت ما تقدر تحارب حالة ما صايرة بشكل رسمي يعني، وإنما هذه مثل ما تقول بالخفاء تكتلات عشوائية، تكتلات يعني تصير. حتى أحيانا أنه داخل بغداد أنه منتدى أفضل من منتدى، أو أكو منافسات بين المنتديات أيضا بالمحافظات أكو، يعني مثلا تصير مشكلة بين شاعر وشاعر بالمحافظتين. فمثل المغناطيس كل شاعر يجذب شعراء محافظته، بالتأكيد هي هذه حالة مو صحية، لأن أنت المفروض مبدع، وهو الإبداع كله عراقي. أكيد. هذا التحيز الأعمى يضر، بالعكس يضر. على طار التحيز الأعمى، خلينا بفقرة قالوا عنك، مثل ما تعرف فقراتنا، خلينا نبلش بأول فقرة قد تكون لها ربط بهذا الموضوع. قالوا أن شاعر رياض الركابي هو من أكثر المنتقدين للشعراء الشباب. أنا بالتأكيد أسألت كل الشعراء جاي يتابعون البرنامج، أكثر واحد يساعد الشعراء الشباب وأمامهم أقول هم، يعني المفروض ما أحكيها بس هم يعترفون به، والله من صحتي ومن وقتي ومن المادة أنا أخسرها، يعني التليفون والاتصالات حتى أخدم شاعر شاب، يعني مرات أكويها إحراج انه الزم التليفون واخابر واحد بقناه فضائيه. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بالمقابل انت اكثر المنتقدين للشباب. لا، هو انتقاد احيانا يكون انتقاد صحي. مثلا انا قلت لك هسه قبل شويه، شاعر شاب ما معروف كاتب ثلاث ابيات، اتمنى انا كاتب. ليش؟ جاي بشيء جديد. ولكن انت من تجي تستنسخ، شاعر يستنسخ من اخر او نفس المفردات، يعني انا اطالب الشعراء هسه مرات هم يقول انت تتهمنا بعدم الوعي، لا، حتى انا محتاج قراءة، كل احنا محتاجين قراءة. فانت كل ما تقرا اكثر، مسرح، اقرا قصة قصيرة، اقرا رواية، تزداد عندك المفردات، تزداد عندك، تتوسع الرؤى، يصير عندك خلفية ثقافية مهمة، انت مو نفسهن، ايش قالت يعني شلون مثلا نفس المفردات، الشمعة والهواء والجسم، نفس المفردات اللي ناخذها ونجيبها، لكن من تقرا وتوسع مداركك، يصير عندك صور اخرى. فأنا دائما أدعو الشاعر الشاب أنه يوسع مداركه ويقرأ. اليوم المنتديات والأماسي اللي القائمة يعني في بغداد والمحافظات، أكو فد يعني جو خاص لهذه الأماسي، برأيك هذا الجو اللي يمكن تعرف شنو أقصد، هذا الجو حقيقي لو وهمي؟ يعني قصدك التوسع بالمنتديات التوسع بالمنتديات والقراءات وطريقة تفاعل الجمهور مع الشاعر قد تكون أحيانا مبالغ بهذه الطريقة من وجهة نظر رياض الركابي. يعني اليوم أنت تعتبر هذا الجو وهذا الجمهور وهذا التفاعل حقيقي أم وهمي؟ والله خلي أقول لك شيء أستاذ أحمد، إحنا هسه إحنا بعالم السياسة يقولون سياسي الصدفة. احنا عندنا بالشعر حقيقه، يعني انا مأشرها اقول عندنا متذوقي الصدفه، عندنا جمهور الصدفه بالشعر، يعني جمهور مو حقيقي. والدليل انه احنا بالمؤتمر العربي للشعر الشعبي اللي عقدناه ببغداد، انه اكو شعراء كبار قروا ومروا مرور الكرام. راح تقول لي طريقه الالقاء الشغلة، لا أنا هاي هم راح أختلف وياك وياهم. هسه تحدثت عن جمهور الصدفة، يعني أنت أيضا انتقلت هسه إلى شعراء صدفة قد يكونون. لا، أنا هسه في خانة المتلقين والجمهور. هذا الجمهور مو حقيقي حقيقي. أذكر أنه في يوم بالألفين وواحد اشتركنا بمهرجان الديوانية، وكان ضمن المشاركين الله يرحمه كاظم اسماعيل قاطع. قرأ قصيدة أم من الزغر تنقل حطب للنار ويفور جذرها ومدرش تركب، من روائع كاظم اسماعيل قاطع. جمهور جامعة القادسية موجودين، ولا واحد تفاعل. راح تقول لي كاظم ما يوصلها، قل لك لا، المفروض الجمهور يسمع، مو صح ولا؟ هذا شاعر على المنصة المفروض أسمعه، بس ماكو جمهور يسمع. احنا هسه مثل
الأغاني الطقاطيق، أنه أنت ما تسمع بإحساسك، تسمع بجسمك. يعني ما أغاني رقص، القصيدة لو تكون بنبرة عالية والجمهور يتمايل وياها، يعني على الضربة اللي تجي بالجسمة، وبالتالي هاي القصائد مو قصائد حقيقية، يعني كاتبينها المن، كاتبينها للمنصة، كاتبينها للجمهور هذا، بس من تجي تقيمها ما تلقاها شعر مثلا بصور جيدة. طيب نجومية الشعراء حاليا، يعني أكو شعراء شباب يعني وصلوا إلى مرحلة نجومية فاقت رياض الركابي وجيل رياض الركابي، وأحيانا يعني نحس حتى أكو قد يكون مبالغة بهذا الشيء. نظرتك لهذا الموضوع، أيضا هم شعراء صدفة، يعني قسم بيهم شعراء صدفة. راح أحكي لك عن نفسي، وأنا لأن مسؤول عن كلامي. كل اللي يصير ما يقلقني كرياض الركابي. ليش؟ لأن أنا كناقد وكإعلامي كصحفي، يعني هذه الأمور كلها أنا مبوبها بأفكار، يعني مثلا كل مرحلة الجمهور يشجع شاعر لمدة سنة أو سنتين، حلو، ويستبدله بشاعر آخر. يعني مجرد مناغمة، هذا الجمهور اليوم يحب هذا الشاعر ويحبه لتفاصيل معينة، أهم طريقة لبسه، طريقة إلقاء قصيدة معينة، ولكن هذا الجمهور ما يبقى مخلص لهذا الشاعر. والدليل أنت من الوسط الشعري وتعرف أسماء من الألفين لغاية اليوم، من جيلنا ومن جيل قبلنا وما بعدها من أجيال، أسماء فلان الفلاني وفلان الفلاني، وينهم؟ من اللي بقى منعتهم؟ بقى اللي كاتب القصيدة الحقيقية. اليوم أحمد هندي أكو ناس تفوقه، أنا أقول لك بالشهرة ما ممكن، أنا هاي الشهرة ما أعترف بها، هاي مو شهرة. يعني اليوم خل تجي واحدة هسه شابة تغني لها أغنية، حلو، تكتسح كل موجود. يعني نقدر نقول هاي مودة؟ ممكن يعني هذه الهالة يعني مودة تنتهي، وبالتالي اللي محافظ على قصائده وعلى وعيه وعلى خطه الشعري هو راح يبقى وديمومة أكثر. أنا دائما أحب أنه أبقى ضمن خط بياني ثابت، دائما أقول لهم حتى الأقرب الناس لي، لا أصعد وأنزل. أنت أكثر الداعمين للشباب جدا. نريد من عندك ثلاث أسماء اليوم تشوفهم يمشون بخط ومسار حقيقي واضح، واليوم حتى إذا تكون نجوميتهم يعني حقيقية. والله أنا يعني هي بيها إحراج، لأن تعرف أنا اللي أحبهم. أنت متجامل بالشعر أستاذ رياض؟ هم متجامل بالشعر؟ أبدا. أنا مشكلتي إذن مو إحراج، العد مو إحراج، مشكلتي من أحضر مهرجان ما أعرف أصفك ولا أعرف أجامل، يعني إلا تهزني الجسم يلا أصفك. حلو، العد انطينا ثلاث أسماء من الشباب. يعني أنت ناقد أستاذ وإعلامي وصحفي في نفس الوقت، فما أعتقد بيها إحراج عليك أن تقول أنا يعجبوني يعني الشعراء فلان وفلان وفلان. هم أكثر من ثلاثة حقيقة. انطينا خمسة. يعني ممكن من البصرة سيف الحلفي، كلش أحب روحيته. بالمناسبة أن أقول سيف الحلفي مو القصد انه هو افضل الموجود، ولكن انا احب روحيته ويعجبك مساره المتخذ وعيه بالقصيده، كلش احبها. بعد عندنا من بغداد مثلا عندنا تحسين علي، عندنا صباح العتابي، عندنا انتقل هسه الامريكا محسن الموسوي. يعني محسن من اجيبه يمي بليت واقول له اقرا لي، كنت بغداد يعني قبل اشهر، ما خلي يكمل القصيدة، أقول له الخاطر الله أسكت، يعني لأن يعني كل شيء استفزني. عباس الجبوري أحبه، بمستقبل شاعر أغنية كلش مبدع، ولكن ما جاء ياخذ. هواي عندنا من الشباب، يعني جزء ما تحضرني بالمحافظات، هواي عندنا. الناصرية عندنا ديرتك بعد. أي والله ما يصير تنساها صدق. لا مستحيل. يعني عندنا أكثر من واحد، يعني علي الشريفي أحب روحيته، حسين المالكي، مجموعة ولو أنا أعتذر من اللي يطوفني أسماء. جيد، تحياتنا لهم كلهم، تحياتنا لهم لكل شعراء العراق، لكل اللي ما ذكرت. قالوا أن الشاعر رياض الركابي لا يعمل بروح الفريق الواحد، وهو من أشد المعجبين بنفسه. والله أنا كلش أحب نفسي وأبقى أحب نفسي. إذا ما أحب نفسي ما أقدر أشتغل. يعني إذا ما تكون عندي ثقة بنفسي ما أقدر أقدم عطاء. الثقة غير الحب. ثقة بنفسك موضوع، وحبك لذاتك ولنفسك موضوع. لا وأحب نفسي، ليش ما أحب نفسي؟ ليش يعني؟ يعني أنا مثلا هسه مقتنع بكل اللي أقدمه،
ما اتجاوز على خلينا بالبدايه لا يعمل بروح الفريق الواحد. احكي لنا عن موضوع الهيئه الاداريه او المكتب التنفيذي في جمعيه الادباء الشعبيين. انت اليوم استاذ رياض يعني حتى يعني قسم من زملائك واخوانك بالمكتب التنفيذي يعني يعيبون على استاذ رياض انه يحب يعمل لشخصه لذاته ويفضل هذا الموضوع على العمل الجماعي وعمل الفريق الواحد. يعني حتى نشاطاتك حتى انه لما نتقدم فد شيء لجمعيه الادباء الشعبيين تحب لك خصوصيتك بهذا العمل وما تحب العمل بروح الفريق الواحد حتى لا يضيع العمل للجميع وما يروح العمل ويتوزع على الجميع. دائما تريد اسم رياض الركاب يكون مميز بين المكتب. ما ادري انا استغرب من هذا الطرح. بالعكس انا مقصر وياهم لان انا مرتبط بدوام رسمي. يعني اطلع بثلاثة ثلاثة ونص فمرات ابوق نفسي انه اجي للاتحاد. هم الود ما مقصرين. اما يحب نفسه ويشتغل نفسه او بطريقة عمل مو طريقة الفريق الواحد يمكن ان اخدم نفسي خارج اطار الجمعية. يعني مثلا اقدم برنامج بالفضائيات اشتغل لجريدة لان انا كاعلامي و يعني سواء بالفضائيات او بالصحف متواصل عملي. يعني ما معقول انه انا ارد اشتغل بجريده اروح اخذ ارائهم يعني ما ممكن. حلو. اما كعمل متعلق بالاتحاد ما اعتقد لان سادة واركان مثلا كرئيس اتحاد دائما انا اعتذر منه دائما اقول له انه انا مقصر بسبب ارتباط الوظيفي مو اكثر. والمشكله الجمعيه ما عندها مورد. يعني انا ارد اترك الجريده حتى تفرغ للاتحاد للجمعيه ماكو راتب شهر. موضوع مهم موضوع نعم. مهم موضوع ما دام دخلنا يعني دخلنا على موضوع الراتب والمورد. نعم. اليوم في كل انتخابات يعني المكتب التنفيذي لجمعية الأدباء الشعبيين نشوف أسماء كبيرة ترشح. نعم. على موضوع الانتخابات ونشوف استقتال على موضوع الهيئة الإدارية والترشيح والفوز بمنصب عضو المكتب التنفيذي أو عضو هيئة إدارية. نعم. في جمعية الأدباء الشعبيين وين السر بالموضوع؟ هو ماكو سر. هم يجوز البعض كان يتصور انه من يوصل الاتحاد يلقى معامله غير معامله او الى راتب شهري او يعني او مجرد يعني فائده يتلقاها. يعني عندنا مثلا المبدع جبار رشيد ماكو بقى شهرين ما قدر يتحمل قال انا شنو اجي كراوي وهذه وما جاي تقدموا لي شيء قال هذا الموجود فاضطر انسحب. يعني زين العديش يعني اليوم رياض الركابي. نعم. استاذ رياض الركابي لما مرشح عندك شغل جريده وعندك دوام وعندك. نعم. وظيفه وعندك ارتباطات والتزامات. نعم. وكل هذه يعني تطلع من الصبح ترجع بالعشرة بالليل او بالتسعة بالليل. نعم. وعائلتك عايفها. نعم. كل هذني. ايه؟ ومن يصير موضوع الانتخابات الا ترشح. نعم. والا تفوز اكو سر. يعني لا تقنعني انه ماكو سر يا اما سر مادي. نعم. يا اما يعني اكو موضوع السر السربيه. انا ما لي علاقه بالباقي بس السربيه انا مثلا يعني انا مثلا احب اخدم نفسي اعلاميا احب انه اكون دائما بالواجهه وهذا من حقي. يعني اكيد يعني انا احس انه عندي امكانيه واعرف الوسط الاعلامي والادبي والصحفي فانا من اصير بالجمعيه أنا وجهه معروف. مو هسه تحدثنا أستاذ رياض. نعم. على أنه أنت مجال ما عندك ودائما تعتذر الأستاذ جبار. بالمناسبة أنا ما عندي مجال وعندي برنامج وإذا يصح لبرنامج ثاني أشتغل برنامج ثاني. ما له علاقة. ومقصر أنت تحدثت وقصر بحق عائلتي. لا لا مو بحق. نعم. عائلتك أنت تحدثت على أنه. نعم. أنت مقصر مع الهيئة الإدارية. نعم. ومقصر مع. نعم. جمعية الأدباء الشعبيين بالالتزام. التقصير شلون يجي؟ الظرف الأمني اللي انفرض على بغداد انه دوام الجمعيه يبدأ من العشرة الصبح لثلاثة الظهر. قبل سابقا قبل 2003 كان دوامنا من الخمسة العصر للتسعة بالليل. حلو. النتيجه الظروف تغيرت هاي الشغل. حلو. يعني انا اذا صح لي شغل ما بعد الثلاثة ونص ليش ما اشتغل؟ انا احس عندي امكانيه ولكن التقصير قلت لك لان انت ما تقدر تتواجد الصبح حتى الشعراء ما يقدرون. هسه انت مرات تقول للشعراء ليش ما تحضر الاسبوعات الشعريه؟ يقول والله انا ملتزم عندي دوام مال الكليه او عندي دوام مال الدائره. يعني دورة معظمهم موظفين او طلبه. الدوره القادمه هم ترشح للانتخابات؟ والله لا كلش مستبعد. ما بيها فلوس؟ خليني اكون صريح. ما بيها فلوس؟ لا هي من زمان ما بيها فلوس ابد. والله خسائرها اكثر من ربحها ولكن احيانا الربح المعنوي اكثر من الربح المادي. بس يقولون خوش بها افادات. يعني افادكم والله ما والله ما رايح افاد. مو خارج العراق داخل العراق هو ابد. والله تعرف ليش؟ بالعكس انا متكفي بالولد. يعني مثلا
فاتحة لأحد الشعراء بالبصرة، هم ماخذين لهم 250 كرة بالطريق و250 أو 300 للشاعر يعني، فأنا ما أقدر أروح لأن ملتزم بدوام. جيد. فاتحة بصلاح الدين ما أقدر أروح. ما دام إحنا في طور الجمعية والاتحاد وموضوع المهرجانات وموضوع اللي راح نتطرق له، خلينا ناخذ قصيدة من الشاعر الأستاذ الإعلامي رياض الركابي، ويعني نلون اليوم أمسيتنا ونلون برنامجنا بقصائد رياض الركابي، ومن ثم نذهب إلى فاصل. أحبك إيه، أحبك إيه، أحبك رغم الجروح ورغم ما شافت عيوني مآسي، بكثر ما نشفت دمع المخدات، بكثر ما ذبحت أحلام الكراسي، مو حب مصلحة ولا بي مغالات، صفاء النية بالحب شي أساسي. الله. كم مرة أقدر غربتك ثوب، مو ثوب ولا يطلع قياسي، اللي يشدني إليك عطرم بالقاع، بخد قاعك هواك وطيب ناسي، اللي يشدنا علي إن عمان وحسين مو أوراق رسمية وجناسي. أحبك واقرأ وجهه وشوف العيون، ولو بعيوني ما تلقى لي سرك، قاسمتك حروبك والمعاناة، تنخاني وأقل لك طوع أمرك، وعلى سنين الحصار وعضة الجوع، وعلى برد السواتر ذاك عذرك، وعلى هاي السنين المرة تعجاف فدوى الراح ويطول عمرك، مكتوب على قصتك تعب أجيال، قل لي بيا حزن مدفون سرك، صاروا بعدك ما عندهم أسماء وقدرهم ما وصل لذيال قدرك، صف حبك إلي من بدا الفرهود، خذوا خيراتك وحبك أخذته، بس هو البقل طايح على القاع ومن قد ما عزيز بقلب شلته، بلحظة هالزعل والعتب بياك، بقطرة غيرة من قصت غسلته، من نتشح خبز تفلت الغمان، وتاليها نظل بس أنا وانت، الله. على الجوع انت قاسم قسمة أحباب، وجوعك مو جديد هواي ضكته، الله. جوعك مو جديد هواي ضكته. صح لسانك يا أستاذنا رياض الركابي، أكيد قصيدة رائعة. مشاهدين الكرام، وكتحصيل حاصل نذهب إلى فاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، وأكيد ضيفنا الشاعر العزيز رياض الركابي، وأكيد نجدد يعني أنه شكرنا وامتناننا لحضرتك بحضورك. زينك فاصل واحد يشرب له ماي من وراك يعني. أكيد احنا حبنا لك يا أستاذنا رياض الركابي، والمواضيع كثيرة وطبعا راح نتناولها بالتسلسل وحسب ما أنت تختار، ولكن موضوع مهم راح يعني نبلش به بالفاصل الثاني اللي هو علاقات رياض ركابي الركابي مع الجنس الآخر. على قولت عادي ما هو في جنس آخر. رياض ركابي يعني اليوم أصدقائك حتى على الفيسبوك وأصدقائك اللي متواصلين وياك بالحياة اليومية، اليوم رياض الركابي الفيسبوك مالته كله مشاهير وإعلاميات وصديقات، وهذا الموضوع يعني موضوع أكيد يعني حتى إلى شيء من خصوصيتك، عائلتك، وضعك العائلي، أم حمودي أختنا العزيزة اللي نوجه لها التحية ما تعترض على الموضوع اليوم، يعني أنه صداقاتك الكثيرة والاتصالات والتليفونات والفيسبوك والتواصل الاجتماعي، حكينا شوي. لا ولا أحرقتني. يعني حقيقة أنا عندي مبدأ بالحياة أقول أنه الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون، هاي الطبيعة بيها العواصف والزلازل وبيها يعني الهزات الأرضية، خالق كائنات، يعني خالق النخلة مثلا والشجرة الضخمة وخالق الوردة، لأن ثلاثة يتحملن كل ما يصير بالكرة الأرضية، وأيضا على صعيد مخلوقاته، يعني شوف الفراشة هاي الحلوة عايشة والفيل هذا الضخم عايش، ونفس التأثيرات جاي يصير عليهم. أنا أقول
انه احارب القبح الموجود بالعالم بالاشياء الجميله. يعني دون ما يعني مثلا العن القبح وقل له التقبيح، خلي اكتب على الاشياء الجميله. هاي الاشياء الجميله والرومانسيه بالتاكيد تجذب النساء اكثر من الرجال. شوف اكثر واحد تقريبا، يعني هو مو الدعاء بس هو المنجز مال يقول انه اكثر واحد يكتب على الرومانسيات. وحتى دائما مرات اكو نساء تعترض يقول استاذ هسه احنا وين عالقه بصلاح الدين، عالقه بسامره، وانت تكتب على الحب وعلى الغزل. فحقيقه انه اكتب لها على الخاص، اقول لها العراقي وصل لمرحله، يعني انا من الناس الاشباع من الاخبار بعد ما اقدر استوعب حقيقه. احيانا نحتاج وقت مستقطع. هلا الوقت المستقطع يكون غزل، نحس بارواحنا، نحس باحاسيسنا. حلو، هذا موضوع اكيد جميل واحنا يعني فاهمين الوضع، واكيد هذا مساحتك. لكن نرجع يعني تحياتنا لاخوتنا العزيزه ام حمودي. اريد اليوم بالبيت يعني اكو اعتراض على هذا الموضوع؟ انت اليوم بالفيسبوك كل يوم وين والثالث اعلاميه مع الزميله الاعلاميه وصوركم الحلوه اللي تنزل باقر العلاقه. انا لا يعني هو هذا هذا ما يسبب لك احراج؟ يعني اكو لا هو يعني اكو مفاهيم بالداخل البيت انه انا رجل اعلامي واللي عملي و لا حقيقه كانت تسبب له مشكله كلش كبيره لغايه قبل سنه. يعني يعني هاي الفتره الماضيه يوميا مشكله ويا محمود جيد، ولكن يعني قبل سنه يعني بدت تتفهم واشرح له انه ما ممكن شيء ياثر على البيت، ما ممكن شيء يأثر على الأولاد، أنه هذا مجالي، أنه أنا أكتب غزل، هذا جمهوري. مثل ما كل شاعر له جمهوره الخاص، يجوز أحمد هندي معظم معجبين من الرجال، صحيح. ممكن فلان شاعر معظم معجبين من الشباب، المراهقين الشباب الكبار السن. أنا أكتب غزل فأكيد اللي يعني أكثر جمهورك ومعجبيك من النساء بالتأكيد. حلو. يعني هاي حقيقة، ورغم أنه كلش أحتز بالنوعية اللي عندي بالجمهور. يعني من يدخل شاعر كبير جواد الحطاب، يدخل مثل منذر عبد الحور، الناقد جواد الزيدي، دكتور نسهة الدليمي، دكتور باسل العبيدي، أسماء كبيرة. حلو. يعني هذا هم احتز بيه. اريد اقرب اعلاميه على رياض الركابي، تحسها قريبه كلش. هاي راح تحرجني. زين راح مثل الكوستر هذا اللي بالعرض وقعد بي ثلاثه. ايه يعني اقرب شيء اللي نوال الموسوي وبصفها قاعده رنين تبوني وبصفها شهدي الشمري، كانت نفس الفستور. قريبات عليك جدا ذني؟ كلش احبهن، كلش احترمهن، اقدرهن. حلو. ما دام اكو احترام متبادل. ام حمودي مضوج منهن؟ بالعكس، يعني ثلاثه تعرفهن، وخصوصا شهد علاقه بيت، يعني علاقه عائليه. لكن اتوقع يعني انه ضوج من رنين، اتوقع يعني. بالعكس رنين جديدة. ورده رنين يعني انا دائما اقول للشعراء شلون رنين يقولون، اقول لهم مثل الورقه البيضاء. رنين بعدها صغيره، تحياتنا رنين. احب اندفاعها بالعمل. بالنسبه لشهد انسانه كونت اسم، يعني مبدع كونت اسم وعبرت هاي المراحل، بعد صار شهد الشمري. حلو. بعد انتهت يعني. حلو. بالنسبه لنوال الموسوي، نوال والله تحتاج فقط الفرصة يعني، واللي هي مبدعة. نتمنى لهم طبعا جميعا التوفيق إن شاء الله. وفقرتنا صورة وتعليق، ننتقل وناخذ مجموعة من الصور وننتظر تعليقاتك عليها يا أستاذ رياض الركابي. ضياء الميالي. ضياء حبيبي. ضياء يعني ضياء من أشوفه، أستذكر فترة تمتد من 96 لغاية 2003، يعني بالضبط 7 سنوات. ما أجمل الفترات. هواي استفاديت من ضياء، لأن ضياء كان سابقني بالتجربة الشعرية، وضياء كان مبدع جدا بالقصيدة، يمكن هذا اللي ما يعرفونه الجمهور. يعني أتذكر في اليوم كنا طالعين من المحل، محلي بالكاظمية، قلت له اليوم أكو مسابقة وبيها هدية فلوس، يعني حلو ليش ما تشترك بيها؟ قال شنو؟ قلت له على قضية الإمام الحسين لأن كان عاشوراء. فقال لي شو أكتب؟ قلت له أكو هيجي التقاطة من أيام الحسين عليه السلام، وأنطيت هي.
وصلنا نسيت الوضع يعني وصلنا للجمعية اشترك ضيافة بالمرتبة الأولى كتبها بالطريق فأدى إمكانية كتابة رائعة بعدين ضيافة كلش مثقف صديقك هو؟ كلش يعني مقرب كلش مقرب اللي كان يعني أنا وياه ومحمد الطائي كنا كلش قريبين من بعض يعجبني بي دائما بيده كتاب حلو اخر يتصل عليك يتواصلون والله التقينا اخر مرتين من شان عنده برنامج الجلسه جبت ضيف بالعيد وقبل العيد بس هو تعرف احنا هسه صرنا بظروف يعني هو يوم بدبي يوم بغداد يعني التقيته بعمان لما راح زياره العمان لا يعني سبب يعني هو تقصير منه أكيد. غلق تليفونه لا هو ما غلق تليفونه يعني والله أنا خابرته أذكر من رحت السورية خابرته قال هسه أنا بالاستوديو فقلت له سيد طاق قلب عليك يعني لأن بال 2008 2011 فما شايفه من سبع سنوات كلش مشتاق له فما شفته سوريا ما أتذكر حازم جابر إجا هو والمطرب مظفر الأمير مجموعة راح نتحدث عن حازم جابر لكن خلينا الآن بضياء الميالي ضياء ما التقيت وياه بسوريا ولا ما التقيت وياه بعمان التقينا ببغداد هو يدري بيك أنت بعمان يدري بيه وما زارك لا ما زار تهرب منك لا مو ما تهرب يعني أنا عذرة يجوز عند التزامات يعني على العموم أنا هاي الفترة ما أرد أفكر بضياء لأن ما أرد أمحي الصورة القديمة اللي كل شيء أحبه بيها أنا إذا فكرت راح تنمح الصورة القديمة يعني عشرة سبع سنوات وتعرف هذا الـ بداية الطريق يعني شلون ذات الشبة إيه لفة الفلافل وهذه وتركض على الملحن وتركض منها وتريد بس تحضر أمسية وبس تريد تسجل حضور هذا القلق وسوينا منتدى مال شعراء الكرخ قاسمتوا هذا كل شيء شعراء الكرخ ويعني يعني كلش تعب يعني روح للفندق الحجي السيد الله يرحمه والده نرجع للمحل مالنا وهذا القلق اليومي انا وياه وصباح جوهر ويعني تعب يعني فما اريد امحي هاي الصوره بالعكس يجوز هسه ظروفها ما اعرف كلمه ضياء الميالي اقول له احبك واتفاخر بابداعك حقيقه لان انت تبقى شاعر كبير بس مشتاق لك حلو انتقل للصورة الأخرى سمير صبيح نعم صاحب فضل كبير على رياض الركابي سمير كلش معجب به كشاعر يعني أنا أعتبره مبدع جدا بالصورة كشاعر نعم كإنسان لا هواية تقاطع كل شوي احنا انا وياه متقاطعين على طول يعني ابو علي عشرة عمر انا وياه من 97 بس ما اعرف ليش متقاطعين يعني ما اعرف واخر مره خابرني قبل مؤتمر القمه العربي على البرنامج ماله قوافي فقلت له ابو علي هاي الدعوه متاخره صار لها 5 سنوات يعني فقال لا أنا شلون أذب صوالتي كلها يعني غير الزيني نظمهم قلت له سمير تطلعت المتردية والنطيحة وعدت أكو شعراء 4 مرات هسه يعني جاي تخابرنا على البرنامج فما رحت حقيقة أنا ما أذكر في يوم سايق السمير يعني لا بالسر ولا بالعلانية بالعكس أنا اللي بقلبي على السايق حقيقة عشي. اللي تشعر بيه بداخلك يعني خلينا بالأعماق سمير صبيح يحب رياض الركاب لا ما يحب وانا احكي على الهواء واحنا هسه انا احكي وصار عمر 51 سنه بعد ما احتاج شيء يعني يمكن محتاج سمير بال 2001 2002 بس احنا بال 2015 يعني الحمد لله كوننا اسماء انتهت انا كنت محتاجه كاخ كصديق يعني انت احيانا مو انا اقولها على يعني على نفسي الناس تقول انه رياض ركاب ما عنده اعداء يعني احب كل الناس ما عندي أكيد. بس احيانا واحد انه يتخذ منك موقف وما تعرف ليش يعني ما تعرف يعني دليل انه مثلا كل المهرجانات اللي شارك بها سمير كل موجود سمير انا ما توجه لدعوه
أنا ما أروح مرات مهرجان بس مرات كلمة التنقال يعني. صحيح. يعني على مدار البرامج اللي استلمها سمير صبيح ما وجه لك دعوة إلى آخر ما بعد خمس سنوات؟ ما طلعت إلا مرة واحدة وكان بضغط المكتب التنفيذي، قلت لهم أنا ما أروح وما أطلع بالعراق. قالوا مو كيفك لأن أنت مو رياض الركابي، أنت عضو المكتب، كنت نائب رئيس اتحاد، أنت نائب رئيس اتحاد الأدباء الشعبيين بالعراق، فتروح. فرحت ضمن المجموعة يعني. أستاذ هذا ما يعني من البدايات كان تحس بالعكس هذا بالعكس. لو بالبدايات كان الموضوع يختلف. أجمل الذكريات تجمعني بسمير، الذكريات كل جميلة بالكاظمية يعني. قلت لك هي ذيك الفترات الحصار العفوية، عفوية أكو أكثر حميمية تصير. أنا أخجل مرات من إخواني يسألوني عليه، أقول لك سمير وين؟ يعني كلهم يعرفونه، ولدنا بالسوق يعرفونه. يعني قد يكون يعني التعامل من الشهرة يعني عفوا التعامل مع الشهرة يعني أخذ ما أخذ من الخوة ومن الصداقة. ما أعترف بها أنا هذه مال الشهرة يعني، لأن الشهرة يعني هسه ضياء تقول مشتاق له. الشهرة مو دائمة يعني. ضياء تقول مشتاق له. أيوة. سمير تقول كانت علاقتنا طيبة. وأنا أقول لك من هسر دعكسها على بقية الشعراء. يعني حازم من هو بعمان يتصل بيه يعني ما يمر شهر إذا ما يتصل بيه ثلاث مرات أربعة. لبيد كل أسبوع يتصل. شنو الفرق يعني؟ لبيد محتاجني لو حازم محتاجني، بس هي خوتنا يعني. كلمة سمير صبيح أقول لا أعتب عليك حرامات يعني. ننتقل لصورة أخرى. والله ما لقينا على صورة. ما عنده صورة كواليتي يعني إعلامي المفروض. بس حلوة هي الصورة حلوة. لأن هو حلو أكيد. محمد سيد محسن. والله هسه ارتاحيت يعني، لأنه كنا نحكي انه شلون ضياء يعني هاي القطيعة هاي. محمد صاحب فضل كلش كبير على تكوين الشعري، وصاحب فضل إنساني علي، وصديق كلش أعزه، وهو صديق العائلة مثل ما أنا صديق أخوانه كلهم يعني. يعني كلهم عزيزين علي يعني حقيقة. أتذكر هو إجا بالستة وتسعين سبعة وتسعين أول شاعر التقى بمحمد سيد محسن أنا التقيت به، وكان ما معروف إعلاميا يعني ما عنده أي نشاط. وكنا أتذكر نركب هاي سيارات الصفر مال الحرية هاي هالصراحة انقرضت. فنجي من الأعظمية أو أي من الأعظمية نعبر للكاظمية أو للحرية، بيتهم بالحرية. فنخطط لبرنامج اسمه بعدين صار اسمه تجوال، بعدين نتقدم البرنامج ونجح نجاح كبير. محمد يمكن قدمني يعني. انت وضعت اللبنات الاساسيه لبرنامج؟ لا انا مجرد ري يعني. يعني هو يوضع شو اسمه، شو تقول كنت موجود يعني؟ لا بالتاكيد ورقه وقلم، ونقعد بالباص هذا بالطابقين شارع السعدون، وقال عندي هيك برنامج. والله الفكره ما مطروقه سابقا. بعدين شلون يسمحون لك؟ برامج الشعر الشعبي ممنوعه. قال انا احاول ارتبها. فاتذكر خطوه بخطوه يعني سوينا البرنامج. يعني هو اشتغله وانا اطير رايي، اقول له المفروض هيك يعني يستعين برايي. بس هو كفكره كانت راعي من عنده. وارخ الشعراء ذيك الفتره الكبار مثل علي الشيباني من اجمل الحلقات. يقال انه استاذ رياض يعني بداياتك الشعريه انه محمد سيد محسن يعني هو رتب لك ونسق لك ونظم لك اغلب يعني ظهورك الإعلامي ولقاءاتك التلفزيونية. وحتى يقال أنه هذا كان مقابل ثمن، أنه أنت كنت يعني وضعك المادي قد يكون متوسط أو فوق المتوسط، وعندك معمل مال خياطة وأمورك زينة. فكان أكو يعني رغم صداقتكم يعني اللي تكونت قد يكون بعد هذا الشيء، لكن هذا من ما قيل. فحدثنا عن هذا الموضوع. يعني يمكن اللي قدم لي محمد سيد محسن ما مقدم لي أحد آخر حقيقة، مع اعتزازي بكل أصدقائي يعني. هو عندي أصحاب فضل، جبار فرحان، محمد الطائي، كثير من أصدقائي. لكن نمبروان نمبروان يبقى محمد سيد محسن. ليش؟ لأن مثلا هو غامر باسمه وببرنامجه وقدم عمالقة الشعر العراقي، وأنا بعتهم رابع حلقة أو خامس حلقة. مجازفة مجازفة. بعد هذه الحلقة أنا حسبت
ما مبثوث من حلقات، لانه كان مثلا مني يطلب حلقه على فلسطين، حلقه معينه هي شيء، حلقه على فلان موضوع، انا اكتب دائما، فانا ياخذني ويا الشعراء. حلو. يمكن حسبت عدد ظهوري بال 96 مره، انا ظاهر 96 مره. 96 مره. هذا قبل، حتى في يوم التقوا بسمير صبيح باحد الصحف، قال له شو رايك بالاعلام للشاعر؟ حلو. فاته قال كلش مهم، والدليل رياض ركابي يوميا طلع بالفضائي. اها حلو. هذا كله 96 ظهور اعلامي ما قبل 2003، يعني من 98 ل 2003 تقريبا، يعني من كان التلفزيون عزيز وإلى هيبته وإلى قيمته، يعني اي يعني انا قناه واحده، كان عندنا قناتين، اي قناه لازمها شاعر معين، ما اقدر اجيب اسم من اصدقائنا. حلو. والقناه الثانيه لازمها شاعر معين ما يطلع غيره اثنين. حلو. يعني شلون طلعت 96 مره؟ منو؟ لا الفضائيه العراقيه هي اجت، هي فسحه علي الشيباني، من يعرفه؟ هذا الكبير، جبل جبل الشعر الشعبي، خلي من يعرفه لو ما محمد سيد نفسه ما يطلع. خلينا ننتقل لصوره اخرى. الجلسه، برنامجك، اعدادك، فكرتك، تنسيق وتنظيم وتعب واجهاد، كله من اجل هذا البرنامج. نعم. وبرمشه عين رياض الركابي خارج الجلسه وخارج قناة السومري. للأمانة البرنامج هذا مو فكرتي وحدي، لا، هو كانت الفكرة مطروحة أنا وشهد الشمري. حلو. يعني كنا نتخابر بشكل يومي أنا وشهد. حلو. وحقيقة هي صاحبة فضل بي البرنامج. حلو. للأمانة، فكنا لمدة سنة نتواصل عن تلفونات وهذه، وأبو حمود هيك برنامج وخلي نعده ونقدمه للسومرية. فمحمد العبيدي كان مدير البرامج. أنا. اتفق على التسمية مال الجلسة. جيد. قدمنا بخيرة نجوم العراق سواء بالشعر أو هو مو تقديم براء؟ تقديم براء. لعد شهد شنو الموضوع؟ شهد أول صورت، هي أهم صارت مشكلة، صورت أربع حلقات قبل العيد بأسبوع، يعني حلو، هي بدايته أربع حلقات، وصار اختلاف على الاجور، انه لانه ما كانوا متفقين وياها على اجور معينه، فانفسخ العقد بيناتهم. يعني الجلسه كان المفروض ان تقدمه شهد الشمري. طبعا عندي صور انه الحلقات الاولى واربع حلقات كانت تقدمها شهد الشمري. ايش قد الاجور؟ ما بثينا ايش قد الاجور؟ الاجور ما شهد ايش قد كان متفق؟ اكيد انت معدل البرنامج وتعرف يعني بهذا الموضوع. للامانه هم اتفقوا بها دون أن أكون موجود، واحترم هذا الشيء. حلو. وحتى من راد يتفقوا يا محمد العبيدي طلع شهد برا واتفقوا يعني. ها. يعني لا هي تعرف وش قد جورك ولا تعرف. احترام يعني احترام. حلو. احنا ما يعني حد يتدخل. من طلعت هسه احنا من نروح المهرجان أو التلفزيون. لا لا مو أكو. من نطلع يا وش قد بالظروف وش قد. ما سألته؟ لا هذه أنا قلت لأن هي. لو تدري وتحترم خصوصياته وإحنا نحترم خصوصياتكم يعني. لا هي مقدمة. بعدين هي شاعرة، بعدين تحتاج ملابس بشكل أسبوعي، تعرف البلاد غالية. أكيد. فأحترم هاي الخصوصية. على العموم ما اتفقوا. ما اتفقوا. فأنا انسحبت للأمانة. أها. أي والله. فذكر محمد العبيد اتصل بي قال الأستاذ أرجوك لا تعوفني لين بعد العيد ثلاثة أيام. حلو. وذن اللغن الحلقات. حلو. فأنا مو السبب يعني. جيد. فالله يخليك إنه تبقى تكمل. قلت له ما يصير، لأن أنا جيت أنا وشهد. جيد. شون إنه أنا أبقى. حلو. خابرت نشهد قالت ابو حمودي هذا رزق يعني، فانت استمر جي وانا عادي الحياه تستمر. الحمد لله. مشيت وكملت. مشينا وكملنا لمده سنه ونص. قلت لك من اجمل الحلقات، لان كان خيره يعني الفنانين مثل امل خضير، حميد منصور، فاضل عواد، خلاص خضر الثمانين كلهم، كريم حسين واحمد ما خلينا مطرب يعني، وحتى الشباب والشعراء نفس الحاله. وكان اكثر برنامج باجور للشعراء حقيقه. اذا بالعيد ف 500 دولار. حلو. اذا الايام العاديه توصل 250 دولار. حلو. ما اتذكر انه قصرت ويا واحد. جي. وانا من خلالكم اعتذر عن كل شاعر ما طلع بالبرنامج لان الوقت ما كان يسمح، يعني هو لازم شاعر بالحلقه. حلو. اكو شعراء سببوا لك احراج ويا براء حمزاوي مشاكل اثناء الجلسه؟ يعني صارت اربع مرات خمسه شعراء شباب. اي يعني صارت اربع مرات او. حلو. خمسه. الشاب يجي دائما عنده اندفاع وهي تحب تتلاطف. حلو. يلي الامانه قدمته هسه الموجوده
وسن وسن اي اكثر من البدايه مقدمة. وسن كانت تقدمه وتقدمه نغم وتقدمه مروه وبراء بعدين صار اتفاق انه تقدمه براء واستمرت ببراء فبراء شويه تحب الداعب المقابلين فمرات اكو شباب ما يتحملون هاي الملاعبه استاذنا رياض ركابي اكيد يعني اسم مهم على الساحه الشعريه والاعلاميه والصحفيه خلينا نسمع من عندك شيء وبعدها ايضا عندنا مواضيع ان شاء الله كسر كاسات صبره وعافن بليل كسر كاسات صبره وعافن بليل ولفلفن الحزن قوة بعباته رد الدمعة وأدور وين العيون أثاريهم بدون مرافقاته أحس كل خويت وذبلة الروح مثل سمكة بنهر نشفت لهاته صحت من لوعتي والليل مسموع ورجع بس الصدى وحطن برحاته وين تريد وين تريد يا عز من الاعزاز ويا سلطان قلبه يا اغاته بعدك يا بشر يمليل العيون ومن المثلك حنين وطيبه ذاته يا من قلب اشتهاك وطلق الكون قبلك ناس سدت مشتهاته يا ابيض قلب يتوضى بالنور فرض حب الورد ما لحظه فاته ما عندي سقف ما عندي سقف بس هيبتك بيت غلات الدنيا ما توصل غلاته شفتك يوم نسفه حزن بغداد ذهب بالنار ما بدل صفاته صح احلامنا انباقت من سنين وعمرنا انعصر وانشربت حلاته ترضى بلا يحسك أعبر الليل وترضى بغير أنفاسك أباته اش يطف في نار هجرك من الضلوع وتقلب بالجمر تشف الشماتة ذلة الغربة ذلة وانت حاشاك تخدم أجنب وتاكل فتاته ارجع ارجع يا من طولك هيبة عراق وطيبة دجلته ونخلة وفراته وطيبة دجلته ونخلة وفراته والله أحسن صح لسانك أستاذ رياض وأكيد شهادتي بيك مجروحة أستاذنا العزيز خلينا نتحدث عن أستاذ رياض الركابي اللي ساهم وشارك بصناعة دكتاتور رئيس جمعية الأدباء الشعبيين واليوم الكل يتحدث وحتى يمكن شفنا على الفيسبوك وقد يكون يعني الكثير من الشعراء يتحدثون على أنه رياض الركابي هو من ساهم وساعد وصنع جبار فرحان رئيس جمعية الأدباء الشعبيين الأوحد حلوها خش التهم للأمانة يمكن مرات هاي الأمور تنطلق من الشعراء الشباب لأنهم ما يعرفون تاريخ أستاذ جبار أما القدماء لا يعني استمنت لزم بشير العبودي تلزم كامل الناصري عريان السيد خلاف قال له من تخلي رئيس الاتحاد قال دعوه فبر كان أحسن لنا الوحيد هو يقود الاتحاد أو يقود الجمعية ليش لأن تعرف الشعر ما له علاقة بالإدارة يعني مو لأن عريان السيد خلاف شاعر مهم بتاريخ العراق لازم يصير رئيس جمعية لا هذا عمل إداري العمل الإداري راد له قلب واسع يعني أنت مرات شلون تتحمل نزق بعض الشعراء يعني هسه ال 3000 شاعر ما بيهم قلب واسع بس تاج جبار فرحان؟ لا ما هو مو يشتم قاس الامور. قاس الامور انه انت عندك جمعيه عندك اتصالات بالوزارات عندك مقبوليه عند الوزارات. هو يعني مثلا يعني بس تاج جبار عنده مقبوليه عند الوزارات؟ يعني مثلا هسه تتصل باستاذ عريان ابو خلدون قل له اريدك تصير رئيس جمعيه قال لك له خلق انا يومي رايح الوزير وانتظر لساعة ساعتين بالباب مثلا أو اليوم الوزير ما جاي أو تروح مثلا يعني ثق بالله أكو مرات إحنا نخطط أنا مثلا أوبركان والولد بالاتحاد أريد نروح لمسؤول معين تدري خمسة أيام ستة لو تصير لو ما تصير يا خابرنا طلع أنت مهيئ نفسك وعايف شغلك زين اسمح لي ومتعني تروح وتوصل باب الشرج وشايف شوارع بغداد صحيح زين هذه من يصدى لها بعدين اللي عنده اعتراض مثلا اللي عنده اعتراض الانتخابات موجوده
وحقيقة ترى مو بديك التصور أنه الهالة اللي خلقونها. يعني اليوم أستاذ جبار فرحان يعني الله ينطيه الصحة والسلامة، هو أيضا يعني تعب بالمناسبة، وانسحب أربع مرات ورجع بالقوة وأمراض وقلب وسكر وهذه الأمور. اليوم يعني ما جار تهيئة رجل يعني رئيس اتحاد جمعيات الأدباء في حال أنه أستاذ جبار وصل لمرحلة قال لك خلص أنا بعد صحتي ما تساعد، أنه يعني مو انقلاب على أستاذ جبار فرحان، وإنما أستاذ جبار راح يجيك في يوم من الأيام يقول لك أنا بعد صحتي ما تساعد. إذا تسمح لي يعني مثلا أنه أكثر من مرة يمكن ثلاث مرات أو أربعة راد ينسحب حقيقة، ينسحب ورجع الكبار عندنا والله يطول بعمرهم، معظم شهر الكبار ما يقبلون النوبر كان يروح. بس اسمح لي ليش من سيلة يقول لك حقوقنا تروح حقيقة. شنو هي الحقوق بالله؟ يعني انت معنا مرات مو كل الامور نحكيها المنحة كل العالم تستلم. لا بس اسمح لي اسمح لي انا في يوم هي شيء بشيء اذكر واحدة من زميلاتي بالقناة اجا فاضل العواد، فانا جيت اسلم عليه ما قاموا، فانا دنقت بسته وحضنته ورحت. فقلت له من تروحين سلم علي؟ قالت وانت من راح سلمت ما قام له. قلت له هذا فاضل عواد، يعني هذا تعرفين شنو فاضل عواد وش يمثل بتاريخ الفن العراقي؟ ما سلمت علي وتعاملت بتعالي ومنو فاضل عواد؟ ما تعرف. اليوم اذا يجي شاعر شاب ويقول البشير العبود وكان منو كان من الناس هاي صعبه. صحيح. يعني صارت هاي الحالات؟ طبعا. يعني انا والله ترس اذاني واحد يقول بشير عبود هاي مناضل تميم يسمعني هو قاعد يمي، قال اقوم اسوي المشكله. قلت لا شاعر شاب يعني ما يخالف من ولدنا يعني. عبود بشير عبود بشير عبود بشير العبود يجهل اسمه يعني كانه ما جهل اسمه يعني بشير العبود هي تلفظ اسمه يعني زين. احنا اذا صار تطاول على هاي الاسماء يعني احنا بالتاكيد بعد هم فت سنه هم يقول ما نعرفكم اكيد لكن يعني لازم تهيئون ارضيه استاذ جبار أرضية. الله يطول بعمره والله ينطي الصحه والسلامه. لكن قد يكون استاذ جبار فرحان في يوم من الايام يجي يقول لك انا بعد أنا ما ابقى دقيقه انا ما اطول بهذا الموضوع. نعم. بس انا بس أدي مداخله بس هي المشكله وين؟ انت مو جبت رئيس اتحاد وقعدت ورا ميز. لا انت عندك شغل وعلاقات مع الوزارات مع الوزراء، اكو واحد عنده مقبوليه ويعرف شلون يوصل الوزير واكو واحد ما يعرف. اذا انت تؤمن برئيس جمعيه اوحد وما حد ماكو بديل وما حد يقدر يسد مكان جبار فرحان؟ والله احنا ضاغطين عليه الرجل. يلا استاذ رياض اكيد الحوار ممتع يعني الدقائق تمر بسرعه. احنا مبارك لك على ديوانك هوى ودخان، مبارك لك واحنا نشكرك يعني ايضا لان خليت لنا نسختنا وجبتها وياك. نشكرك جزيل الشكر على هذا الموضوع. فيديو كليب احلى ايام، البعض يتحدث يعني وقت ما عندنا راح نختم. فيديو كليب احلى ايام، اكثر شعراء يتحدثون على انه لا يرتقي لمستوى فيديو كليب ومو هذا المنتظر من العفو استاذ رياض الركابي يصور بموبايل ويقول فيديو كليب. يعني اسمك وصفتك الشعرية والإعلامية والصحفية لازم ترتقي لي أكبر من هذا المستوى أنه تصدم جمهورك بفيديو كليب هو أحلى أيام مصورة بموبايل وما إلى يعني. بالعكس تشرف تشرف. تعرف ليش؟ لأن رياض ركابي يمثل حالة من عشرات موجودين حاليا بالساحة أنه الشركات غافلتهم ومتمسكة بأسماء معينة وهاي الأسماء المعينة ما ترتقي بإبداعها. حلو. ها لهاي الأسماء الموجودة. حلو. يعني اليوم أحمد الهندي، رياض الركابي، مثلا سيف الحلفي من الشباب ما ممكن يتقبلون منهم أي شيء. حلو. هذه المحاولة من الزميل الشاعر عباس الجبوري يطلع عندي انسيرتات فبالعكس هي كصوت وكنقاء صوتي مسجل استوديو. تسجيل استوديو. لا احنا نتعلم فيديو كليب ولكن لا هي مو فيديو كليب هي. وانت كاتب فيديو كليب. لا مو هذا. لا تسمح لي. والقصد شنو؟ ايه ان شاء الله وصلت. بالمناسبة هسه الفيديو كليبات هسه اللي جاي تنعرض ما بيها معنى غير فقط أكيد. العري والهذا اكيد لا. اكيد اليوم راح نطلب من عندك قصيدة بقايا امرأة. اللي يتحدثون يعني الكثير على انه شاعر رياض الركابي لم يتجاوز هذه القصيده وهي من اروع ما كتب شاعر رياض الركابي. وتشرف انه ما اذا ما عبرها لان هي اكيد ما دامت عمل خالد فما ممكن. يعني عمل مميز واكيد عمل راح مميز. نستمتع بسماعه والجو لك استاذ رياض.
حين لوحت بكفك مودعا في المرة الأخيرة أحسست بأنك لن تعود، وجاءوا بك ذات ليلة معفرا بغبار الحرب. سنتين من رحلت وأنا ويا أحزانك، ومجنون هذا القلب لا نزع ثوب الحزن لا ويب شرخانك. مرتين مرن الشتاء وفراش ستش الثلج واشتاق لحظانك، ومن كثر شوقي إلك يوميا ناغ الصور واخفع لقمصانك. ومو كفر هذا الحزن ولا كفر هذا الدمع، بس كفر نسيانك. سنتين فتن الصبر يا بوي وكش انتظر، والدمع يحفر سنة وعمر الفرح ومضى، وما بيهز بعد طينة وفخرن الحزن بس سوقع الشظة. ويردون سلم الرسن، اشلون سلم الرسن وانا انشنت مهرتك وتقود مغمضة، وشعر اللي يلهى الذهب صدى ودفن لمعته والطعم الفضة. يا بوي ما تنسي خيتك برمشي، وسنتين ابنك كبر ويشبهك بكل شيء، نظراته صوت العذيب خطواته من يمشي، ولن بيه من ريحتك بالدار احس بعدك، ولو بسته من وزنته شن بستك بخدك. اشبر بطوله وعد ايامه باللحظه، والناس ما تنحزر عيون تعطف علي وعيون اللي تبغضه، يا من مكانك ابد. استاذ رياض، واكيد يعني امتعتنا اليوم بحضورك ونورتنا، وانا ممنونك جدا يعني انك كنت ضيف برنامج توارد، ونشكرك على النسخه اللي راح تهدي لنا اياها، واكيد اهداء لبرنامج توارد والقائمين على برنامج توارد. وانتم مشاهدين الكرام لكم كل الحب والتقدير والاحترام على حسن المتابعه، حتى نلتقي في حلقه قادمه. كونوا في امان الله.